بانوا باش هما يتفكروا انه كاين الخير في البلاد وكاين التضامن، وحنا اصلا على بعض مجتمع مبني على التضامن والحب. الحمد لله الله يسخر لنا الوليدات ورفعوا البنين، وبحال هذه المبادره طيبه وما كرهناش بحال هذا الشيء يكون بزاف في المغرب، لان محتاجين تفكروا الناس اخرين، محتاجين اننا حنا اللي شويه متبعينا شويه الناس حتى حنا. Oh,